ربي يخليك اخي، شكرا. عرفني على راسك. انا فاطمه الزهراء مكناسيه، قاسيت بزاف ديال المشاكل في الطفوله ديالي. مش عارف عمرك حاليا دابا في عمري 27 سنه. فاطمه الزهراء، عندك شي قصه اللي ربما قصه شويه غريبه نوعا ما، في نفس الوقت هي حزينه؟ عاودنا على القصه ديالك. عندي بزاف ديال القصص هما دازوا عليا في حياتي، وهما اللي عقدوني، هما اللي كشفوني، هما اللي بزاف ديال الحوايج. انا تزوجت على 13 سنه، تزوجت صغيره بزاف، زوجوني عائله ماما. موراها ما تزوجت قاصر، موراها ما كتبش عاوتاني داك الزواج، موراها عاوتاني تزوجت بالثاني، موراها عاوتاني الثاني كذلك ما بقيتش معاه حتى هو. تزوجت عاودنا على الزوج ديالك الاول، تزوجتي به وانت قاصر. شحال دوزت معاه؟ دوزت معاه 3 شهور. شكون كان زوجك ليه؟ زوجني لي جدي، يعني بالزمن بحال المهم داك تيقول لك هما ربما يعني تعملي يعني ما عرفتش كيفاش غادي نشرح لك. هما ماشي خاصهم العائله ما تجيب لهمش يعني فهمتيني الشبهات وهذه. بالحق انا عمرني ما درت شي حاجه يعني اللي غادي نسال عليها داك الشيء اصلا. ما عمرني. شحال دوزت مع الزوج؟ 3 شهور. دوزت مع الزوج ديالي الاول 3 شهور اصلا. حنا كنا مزوجين غير في الوراق، يعني ما بيناتناش زواج اصلا. انا كانت عندي 13 عام، وهو كانت الله يسمح لها الام ديالو الله يواليها برحمه الله، كانت عملات له المهم شي حاجه على ما كيعاود ليا هو. يعني ما كاينش بيناتنا زواج، يعني كمراه ورجل ما كاينش بيناتنا زواج. وانا كنت في ذاك اللاج يعني ما كنعرفش شنو هو الزواج، وهو عاوتاني كان مريض. يعني صافي من مشيت درت لي ماما شهاده طبيه الاولى الثانيه، يعني لقيت راسي الحمد لله بنت. طلقني المخزن سور بلاص، طلقني بالزربه. قبل ما ناخذ الطلاق ديالي هذاك راجلي الثاني كانوا خواتاتو مصاحبين مع ماما، قالوا لها غادي تزوجينا، غادي تعطينا فاطمه الزهراء لخويا. المهم بحال اللي غادي تقول عاوتاني ماما عاوتاني غلبات فيا، وانا يبقوت اللي كنبغي ماما ما خصنيش ندي السخط ديالها. فضلت انني نتزوج به واخا ما كنعرفوش، واخا هو ولد الحومه ديالي ما كنعرفو ما كيعرفني. من تزوجنا ولاو مشاكل. الزوج الثاني ولاو مشاكل، يعني انا باقا صغيره ما بين الزوج الاول والثاني درت 13 عام ونص. يعني 13 عام ونص راني باقا مره. صافي بحال اللي بقى كيتكرفس عليا، خصو شي حوايج. المهم اللي ما خصنيش نجبدهم انا ما بين المراه والرجل، ديجا جبدتهم في واحد القناه اللي معروفين كينصبوا على 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 الناس، وكينصبوا على البنات مساكن الله ياخذ فيهم الحق. حتى انا نصبوا عليا. كان كيعنفني بزاف، كان كيضربني. مهم هو كان كيخصو يدير داكشي اللي كيبغي هو، فهمتي؟ مثلا بحال يعني شي حوايج ما كيكونوش ما بين المراه والراجل ديالها، هو خصو يديرهم مع المراه اللي هي ديالو بالحلال. وانا كنت قاصر ما كنعرفش، يعني ما كنعرفش بالحق شكون اللي وعاني. وعاتني اختو الله يجازيها بخير، هي طلعات خصمات عليه، جات لعندي هبطاتني البيت النعاس ديالها، قالت لي فاطمه الزهراء عندك تمشي ديري مع شي حاجه، داكشي راه حرام وهذه. يعني هي وعاتني لوستي انا وعاتني. صافي منين شاف يعني ولاو حاضينو، فاش ولاو حاضينو هو شني قال لك غنمشي ندي مراتي نسكنها بوحدها، يعني باش يدير فيا ما بغى. صافي فاش داني سكني بوحدي، داكشي نيت اللي كان باغي، يعني بحال اللي بغى يوصل له. واحد العائله كانت ساكنه في جنبنا، جارتنا. المهم كنعاود لها القصه ديالي حيتاش ما كاينش اللي كيبغي ديك الساعه يحس بيا. المهم كنعاود لها القصه ديالي، قالت لي شوفي، قالت لي لك انتي باغا توصلي لشي حاجه، قالت لي خاصك تصبري، يعني عطيه اللي بغى بحال هكا. واش كان كيبغي؟ كان كيبغي ما نقدرش نقولها في الحقيقه، مي ما داكشي ما كيدارش مع المراه اللي فهمتيني اللي. المهم هو اصلا بعداش مات، انا كنقولها له في وجهه، ماشي راجل. علاش؟ لانه كان في الارمي. المهم الله ياخذ فيه الحق، ربي خدا فيه الحق. هو دابا حماق بدا كيلقط حاشاكم الزبل من ربي خدا فيه الحق. المهم ديك البنت بحال اللي مسكينه وعاتني، شنو بقيت كندير انا؟ صافي كنمشي كان بحال اللي كندير له خاطرو باش انا نخرج نطج. كيقول لي شنو كيقول لي عطيني هي داكشي اللي باغي انا، وانتيا انا عاطيك لا ليبرتي فين ما بغيتي تمشي.
وانا بقوت اللي ما تنحملوش. هو كبير مني ديك الساعات عنده وقيله كان ديك الساعات عنده 44 يعني 44 راه كبير عليا بزاف وانا ما كنعرفوش وما كنحملوش يعني راه نقدر نخرج نطج في اي بلاصه خصني نخرج نطج ليها المهم غير باش ما نشوفش وجهه صافي تعطيه داكشي اللي باغيه المهم ماشي ماشي 100% المهم كاينه شي حاجه فهمتي صراحه الله مي بالحق انا راني مازال كيما خلقني الله فهمتي يعني راه ما دخلش بيا حيت انا قلت لك عسكريش مات حاشاك المهم بلا ما نكمل كيفاش طلقتي معاه طلقت منه بسبب هذا الشيء يعني كيتكرفس عليا في 3 د الليل في 4 ديال الصباح كيجيب صحابو كيقول لهم شريوا لي ديال الحشيش والشراب وها هي قسما بالله ربي شاهد عليا ما كنكذب عليكم اخوتي مغاربه لا ما مارسوش عليا علاش لانني انا اصلا بعدا بنت البلاد يعني راه ما غاديش يقدروا يهضروا معايا فهمتي وحاجه اخرى انا اصلا يعني درويشه ماشي شي وحده اللي غنستاهل داكشي شنو كيقولوا له واحد صاحبه شنو كيقول له كيعطيه فلوس كيقول له مشيتي نتسخر انا غنبقى نهمره ديالك فهمتي شنو كيعمل هذاك خانه مسكين كيبقى يبكي عليا كنبقى فيه وهو مشى عاود للدار ديالنا عاود له هاد المشاكل هادو المهم بحال حتى شي واحد ما بغى يتيق علاش لان بزاف ديال بزاف عطينا الاول بقيتي معاه بنت طلقتي الثاني عاوتاني كيعمل لك مشاكل يعني ما كاينش اللي غيبغي ما كاينش اللي غيبغي يثق بك اصلا واخا شحال دوزتي معاه اش نقول لك هذاك في الحقيقه د الله ما جلستش معاه بزاف لانني ما كنتش كنحملو ما كنتش كنحملو صراحه د الله شحال دوزتي معاه في الوراق في الوراق دوزت معاه بزاف عذبني ما بغاش يطلقني ما بغاش يطلقني بزاف لا تقريبا شي 3 سنين كان كيتلقاني في الزنقه كيضربني بزاف د الحوايج انا مشيت دارت به ماما شكايه هبطت للحبس ما فين خديت طلاقي اما هو لا يا ربي تسمح لي لا حتى خرج من الحبس عاد خديت طلاقي الزوج الثالث هو السبب باش غنتزوج بالزوج الثالث يا ريت كون بقيت مع الزوج الثالث هذاك ما عمري في حياتي ما غادي ننساه ماشي انني بغيتو بالعكس هذاك ما عمرني ما بغيتو بالحق هذاك فيه المحن الله يعمر ليه الدار مسكين ولد الاصل فهمتي يعني كنبقى فيه كيحن فيا بزاف د الحوايج هذاك بقوت اللي ما بغاش يطلقني ومدوز عليا الدكاكه هربت له انا هربت خويت هذيك البلاد ديالنا انا خويتها مشيت سكنت في واحد البلاصه 3 ايام سكنت مع واحد ثلاثه د البنات 3 ايام صافي وانا نتلاقاه تلاقيتو قال لي المهم عجبتيني وهذه قلت له سمعني انا اصلا مع الصباح قلت له سمعني اخويا انا راه ماشي هنا باش نعجبك ولا تعجبني قلت له انا اصلا ديجا عندي مشاكل ديجا عامره مشاكل مزوجه الطلاق هذه قال لي شوفي الحل اللي بغيتي نعمله معك ولد الناس بقيت كنضحك قلت له باغا نتزوج غير بالضحك واش انا باقا ما مطلقاش وانا غير بغيت غير باش يبعد مني حيت ظريف قال لي نعملها معك بحال هيدا صافي تقريبا نقسم بالله العلي العظيم هو اللي طلقني بفلوسه مسكين بفلوسه هو بقى كيطلع معايا في المحكمه وكيهبط كيطلع معايا تاخدي الطلاق ديالي مده ديال عام المحكمه اللي طلقاتني ما بغاش يطلقني صافي تزوجت انا وياه فاش تزوجنا صراحه الله عايشين بخير مهم هو كان عنده واحد لاصال ديال البيك والفازور مي الحمد لله جا دخلوا بابا يخدم معاه في نفس الشركه يعني بغى يزيد بنسيبو القدام صافي جاب هو من بلادو جا سكن معايا انا في دارنا سكن معايا في دارنا قالت له ماما ونيتو بابا داكشي اللي غادي تكريو بها جمعوا بها ديروا داركم هذه المهم بخير عايشين مزيان كنفيق مع الطلا كننعس مع الطلا المهم بحال شي اميره جايه واحد السوسه الدعوه بها لله هي سبابي فاطمه الزهراء تينا كتقيلي غير ناعسه وغير هادي يلا نخرجوا خرجتني كنصدق تلاقيت مع هذا دابا اللي مزوج بيا حاليا الرابع يلا تلاقيتو في الخدمه انا ما مني ما خدمت انا كبرت في الفشوش المهم الحمد لله ما خدمتش ولكن الحمد لله ما عمر بابا مسكين ما خرجنا ولا قال لك خدمه ولا المهم اللهم لك صافي تعرفت على راجلي الرابع قلت له شوف اخويا انا قلت له راني مزوجه بحال هكا قال لي كتكذبي قال لي في كاينه شي وحده مزوجه
المهم معريه شعرها هذه هذه. قلت له شوف اخويا انا راجلي راه عطاني الحريه ولكن انا راه فري مزوجه. مشى عند بلا ما نذكر الاسم ديالها، ديجا ذكرتها وبقى فيها الحال اللي لقاتني مع الدعوب يالله. المهم قال لي قال له واش فاطمه زهرة مزوجه؟ قالت له اه. قالت له لا درت شي بها، راه والديها راه غادي يقتلوني با. دابا خوتي انا اللي كنطلب منكم الله يجازيكم بخير، انا تزوجت بالراجل الرابع، تزوجت به هو طلقني من راجلي اللي هو كان الثالث وكان معايا ظريف، هو سبابي طلقني منه وتزوج بيا بزز مني، وفي الاخر ما كي يعني ما عانش عقله، الحباسات المشاكل. دابا انا حاجه وحده خوتي المغاربه اللي كنطلب منكم تعاونوني نتوما، انا كنطلب منكم تعاونوني غير في الباج ديالي بغيت نطلعها، ما طلعش عندي الزهر في الزواج، بغيتكم اخوتي تعاونوني في الباج ديالي الله يجازيكم بخير. هادي اللي كنتمنى منكم، راه ما باغي يدير معايا حتى شي حل، ما باغي يطلقني، ما باغي يخدم عليا بالحلال، ما باغي يدير حتى شي حاجه. يعني انا تقهرت بالحبس، انا بحالي انا اللي كنمشي للحبس ماشي هو. القناه ديالي اسمها فاطمة الزهرة حسناوي، الله يجازيكم بخير اخوتي المغاربه، ما عاونوني في الباج ديالي، انا بغيت ندير شي حاجه، بغيت نديرها يعني ديالي راسي، حيتاش ما صورت والو من الزواج، فتحت قناه كنغني فيها. المهم انا بغيتكم نتوما تعاونوني، الله يجازيكم بخير اخوتي المغاربه، وشكرا بزاف. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.